سلام. الواحد بتلاقيه مثلا يبغى يهاجر، يبغى يروح لمكان تاني، او حتى يبغى ينقل لبيت تاني. مهم جدا يحس انه هذا المكان مرتاح فيه. يعني تلاقي كثير ناس تهاجر، واول ساين يجي للواحد يمرض لما تكون الارض ما هي له، او بتلاقي فيه عركسات بتحصل في حياته وهو هناك في البلد الجديد. احساس الانتماء هذا جدا مهم للجسم، للعقل، للنفسية، للروح. اهم حاجة بتلاقي فيه ارض، يعني مو شرط تكون بلد الشخص اوكي اللي انولد فيها او حتى اللي تربى فيها. ممكن الواحد يلاقي حكاية الانتماء هذه في ارض تانية بيرتاح فيها اكثر من بلده مثلا. او بتلاقي عادة اللي بيحصل انه دائما بيكون في حنين انه يبغى يرجع لبلده، وهذا الحنين ما تتخيلوا ايش بيسوي في الواحد من ناحية الذبات الجسم، بتلخبط حياة الشخص تماما. بيحس دائما انه في فاقد حاجة من نفسه، من قلبه، وهذا ما بيخليه يعيش حياة كاملة. حتى لو في اموال، ولو في املاك، ولو في وضع معين للشخص اجتماعي، لازم بيكون في هذا الفقد. يعني مش هذه الأشياء اللي بتعوض، الأرض هي اللي بتعوض. عشان كده بتلاقي في ناس بتحارب عشان الأرض، حتى لو المباني تكسرت ولو الدنيا تبهدلت، الأرض بتعطي إحساس عجيب بأن الواحد كامل، أن الواحد يعني له كرامته، له انتماءه، زي بتكون هوية للشخص. فما هي حاجة سهلة ان الواحد يهاجر او حتى يطلع من بيته يروح لبيت تاني. تعود على البيت، حبه، صار جزء منه. الخشب اللي في البيت، الخشب بيمتص كل الذبذبات. يعني الواحد يحس بحكاية الانتماء دي، وهذه مهمة جدا للنفسية. ما ينفع الواحد كده يعيش يقول انه اي ارض هي ارضي واي بلد هي بلدي، العالم واسع واي مكان ممكن. لا، في علم الذبذبات هذا الطاقي اللي فيه انتماء للارض، هذا جدا مهم لانه الواحد ينجح في حياته، تكون نفسيته مرتاحه، يكون حتى صحته كويسه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلع من مكه وراح للمدينه، اول ما وصل مرض. يعني هم كانوا يقولوا انه ارض المدينه كان اسمها يثرب، لانه الواحد كان لما يوصلها كان يمرض. لكن هي احساس الغربه ده اللي بيمرض، بتلاقي الواحد مناعته ضعفت، جاله زكام. طبعا بعد كده سموها المدينه المنوره عشان الرسول صلى الله عليه وسلم نورها. سيدنا موسى لما راح لمدين قعد 10 سنين، بعدين صار يبغى يرجع لمكانه. هو مكان الواحد يحس انه كامل في المكان حقه، سواء بلده او غير بلده. هي سبحان الله الذبذبات اللي بتقول، بس عادة بتكون بلد الواحد. نادرا ما الواحد يكون يبغى يطلع من بلده ويبغى يقعد في مكان تاني، الا اذا راح لمكان وحس الذبذبات حقت المكان في يعني انسجام مع نفسيته، بيحس براحة، بيحس بسلام، بيحس انتماء. كويس ان الواحد يكون عنده وعي. فالمسألة ما هي سهلة ابدا ان الواحد يهاجر او يروح يطلع من بلده يروح لمكان تاني. واللي ما عنده بلد هذه مشكلة، بتلاقيه متشتت شوية، بتلاقيه ناجح وكل حاجة لكن روحه متشتتة. فحلو الواحد يكون عنده انتماء فعلي كده، يحسها بذباته، بعقله، بروحه، بنفسيته.